طفرة غير مسبوقة شهدها قطاع الكهرباء، حيث نجحت مصر في التحول إلى دولة قادرة على تلبية احتياجاتها كافة، بالإضافة إلى وجود فائض للتصدير في هذا القطاع المهم. فمنذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية قام بدعم قطاع الكهرباء باعتباره قضية أمن قومي، الأمر الذي ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات في هذا القطاع الحيوي الهام، فضلاً عن توقيع شراكات مع أكبر الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، وعلى رأسها شركة سيمنز الألمانية. ما تم خلال سنوات قليلة في هذا المرفق الهام يعتبر إنجازاً تستغرق دول أخرى عقوداً لتحقيقه، حيث تم إنشاء محطات جديدة لتوليد الكهرباء وتنويع مصادر إنتاجها. قطاع الكهرباء نجح في تحويل عجز القدرات الكهربائية من 6000 ميجاوات في عام 2014 إلى فائض بلغ 13000 ميجاوات، وذلك بعد إضافة نحو 28000 ميجاوات من القدرات الكهربائية، بما يعادل 13 ضعف قدرة السد العالي، ما أدى إلى وصول نسبة إتاحة الكهرباء لجميع الاستخدامات إلى 100%، فضلاً عن تقدم مصر 44 مركزاً في مؤشر جودة إمدادات الكهرباء بتقرير التنافسية العالمي. فخلال السنوات الماضية تم تنفيذ 48 مشروعاً لإنتاج الكهرباء من المصادر التقليدية بتكلفة بلغت 271 مليار جنيه، أبرزها ثلاث محطات عملاقة في العاصمة الإدارية الجديدة وبني سويف والبرولوس بطاقة تصل إلى 14.4 ألف ميجاوات. الدولة أولت اهتماماً كبيراً لمشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، وبلغ عدد المشروعات التي تم تنفيذها 17 مشروعاً بتكلفة 51.8 مليار جنيه، لإضافة 5303 ميجاوات من الطاقة المتجددة. ولعل أهم مشاريع محطات إنتاج الكهرباء من الرياح في جبل الزيت بتكلفة 9.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى مجمع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنبان بإجمالي استثمارات بلغت حوالي 35.2 مليار جنيه. وضمن خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة من خلال التعاون مع دول الجوار، تم توقيع عقد مشروع سد ومحطة جوليوس نيريري لتوليد الطاقة الكهرومائية بتنزانيا بتكلفة تصل إلى 2.9 مليار دولار، كما تقوم مصر بمشروعات للربط الكهربائي مع دول مجاورة منها السودان وليبيا والأردن والسعودية، ويتم دراسة مشروعات للربط مع عدة دول أخرى منها العراق وقبرص واليونان.